إلا قولي يا زين، هما إمتى هيرضوا عنك في الشغل وتيجي على القاهرة هنا؟ الحاجة الوحيدة اللي تخليني أجي مصر هنا إنهم يرفضوني. يا ريت، على الأقل بنتي هتبقى جنبي. لا، ما الحاجة الوحيدة برضو اللي تخلي بنتك تبقى جنبك على طول إن أطلقها. أنت يرضيك حاجة زي دي؟ نعم. يعني إيه ملكوش نصيب في الخلفة؟ إيه حالتكم ملهاش حل؟ الدكتور بيقول كده، بس مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. المشكلة عند مين؟ مش مهم المشكلة عند مين. عنده مش كده؟ آه يا هند عنده. ارتحتي كده؟ والله كنت عارفة أنا مش مرتاحة للواد ده من أول يوم شفته فيه. طه! إيه؟ انت يا ولد قوم. ياما في ايه؟ في ايه؟ ما هو ما يشطحك. قوم قوم، تعالى هنا كلمني. اهدى اهدى، انطق اهدى. الحشيش ياما. تجننت يا ولد صالح؟ جاي تتهم والدي بجريمه قتل وفي بيتي؟ ما قالولكش ان مفيش ظابط يقدر يجرب 10 كيلو من البيت ده؟ لا، فيه اسمه زين صالح الجناوي، بينه وبينك خطوه. بيقول لك لو ولدك طلع اللي عاملها ورحمه صالح الجناوي لو وصلوا بيدي الحبل المشنقه. على فكرة المحامي بتاع سلمان عبد الدايم كان هنا من شوية. كان بيعمل ايه هنا؟ سلمان عبد الدايم بيتهمك صراحة ان انت دخلت شقته في الزمالك وطلب شهادة جارته والبوابة. احنا بعتنا نجيبهم وهم جايين في الطريق. انا دكتورة جامعة محترمة، مش حرامية عشان ادخل شقق الناس. يا دكتور انا متأكد انك ما عملتيش كده. ساعة الباشا، الشهود بره، خليهم يدخلوا. حاضر يا باشا. اهلا، ازيك يا مدام كوثر؟ احنا اسفين لازعاجك. لا مفيش ازعاج ولا حاجه يا فندم. مدام كوثر، بعد اذنك بص المدام كده كويس، هي دي اللي دخلت العمر؟ ايوه هي. انت بتقولي ايه؟ انا اول مره اشوف الست دي على فكره. ايوه انت اللي دخلت شقه مدام نسيمه. انا صحيح كبرت بس بعرف اميز. ايوه باشا، الست دي من كام يوم سالت على مدام نسيمه الله يرحمها. طب يا جماعه احنا متشكرين قوي، هتطلعوا مع الأمين رمضان ياخد أقوالكم وتروحوا على طول. شكرا. اتفضل. على فكرة الست دي بتقول أي كلام، أنا بس احترمتها عشان هي كبيرة في السن مش أكتر. أنت واقف هنا من إمتى؟ أنا مش هلاك تبطل عدد الزفت دي. لا مؤاخذة، أنا ما كانش قصدي. أنا كنت جاي أقول لسيادتك إن في واحدة جات من يومين سألت عن مدام وزارتها. واحدة مين دي؟ وعاوزة إيه؟ سألت عليها واتخذت أول لما شافت المدفن. هي دي؟ أيوه هي.